إيمانا منا بأن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى نقاط الالتقاء بين الجزائريين لإخراج البلاد من الانسداد السياسي الذي تعيشه، فإن حركة البناء الوطني تتطلع لأن يفضي الحوار إلى المخرجات التالية: رقم واحد، إنشاء سلطة وطنية مستقلة تنظم وتشرف على كل المراحل للعملية الانتخابية. ثانيا، تعديل القانون العضوي بما يضمن الإشراف التام للسلطة الوطنية على كل العملية الانتخابية ويحقق شرط النزاهة والشفافية. إبعاد كل من تورط في الفساد الانتخابي لا سيما من الولاة ورؤساء الدوائر وغيرهما. نرفض إجراء ندوة وطنية للحوار، فيكفي لجنة هيئة الوساطة والحوار أن تأخذ من ملخصات الأحزاب السياسية وكذا من أرضيات النخب الوطنية التي اجتمعت سواء في عين بنيان أو في غيرها، فهي كافية حتى ندعم نتائج وخلاصات هيئة الوساطة والحوار. يجب أن تسرع، وأن فترة شهر هي كافية لإنجاز، ولسنا بحاجة إلى الاستمرار في الأزمة أكثر مما نحن فيه.